رجال الدين لم يستطيعوا أن يحرفوا كتاب الله ولا أن يضيفوا أو يحذفوا منه شيئا، ناسين أو متناسين بأن الله تعهد بحفظه، فقاموا باختراع مصدر آخر للدين واسمه الأحاديث، ولكن لم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فلسان حالهم يقول لا تزال هناك مشكلة يجب حلها. ما هي المشكلة يا ترى؟ هناك آيات كالآيات التي ذكرتها قبل قليل لا تتوافق مع ما كتبناه في الأحاديث التي نسبناها لرسول الله ويجب التخلص منها. ما العمل إذن؟ نخترع لهم مصطلح الناسخ والمنسوخ، وأي آية لا تعجبنا وتدعو إلى التسامح والحرية ولا تتوافق مع أفكارنا نقول عنها منسوخة، وبذلك تبقى الآيات كما هي في القرآن للقراءة فقط، ولكن حكمها ملغي بالنصوص التي كتبناها نحن. حتى إبليس لا يخطر على باله مثل هذه الأفكار. وإذا ما انتقد أحد ما غير مسلم دين الإسلام وانتقد رسول الله بأنه بيدوفيلي ويدعو إلى غزو البلدان وقتل كل من لا يؤمن برسالته، مستندين بذلك إلى النصوص البخارية والترمذية وغيرها، تثور ثائرة المسلمين كالعادة والتي تحركهم العواطف لا العقول، ويطلقون شعارات إلا رسول الله، ويطالبون بقتل من يسيء للرسول وللإسلام لإثبات أن الإسلام هو دين السلام وليس دين القتل والهمجية كما يدعي هذا المسيء. فبدلا من تجفيف المستنقع يكتفون بقتل البعوض فقط. الناسخ والمنسوخ هي من أخبث الأفكار التي حيكت ضد الإسلام. إذن ما هو مفهوم الناسخ والمنسوخ أو مفهوم النسخ في القرآن؟ النسخ يا أصدقائي الكرام جاء في القرآن بمعنيين، الأول هو النقل أو التدوين أو الإثبات تماما عندما أقول لشخص انسخ لي هذه الورقة، فهو ينقلها على ورقة ثانية حرفيا دون زيادة أو نقصان أو يدونها عنده بملف. يقول الله سبحانه وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بمعنى كل شيء عملتوه من خير أو شر مسجل بالدفتر. ويقوي ذلك قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو المفهوم الأول، وهو كتابة وتدوين كل كبيرة وصغيرة يفعلها الإنسان. أما المعنى الثاني وهو الاستبدال، أي استبدال حكم ورد في رسالة سابقة، لاحظوا في رسالة سابقة، لآخر أيسر منه في رسالة لاحقة. مثال ذلك حكم الزنا بالرجم كان في شريعة موسى ثم تحول إلى جلد في شريعة نبينا محمد، والنسخ لا يكون إلا في الأحكام ولا يكون إلا بين الرسالات، فقد ينتقل بند من بنود شريعة ما كما هو إلى شريعة تالية أو يتم تعديله، والشرائع هي شريعة موسى وعيسى ومحمد. هذا هو مفهوم النسخ في القرآن، أي أن الله هو من ينسخ أحكاما ما بين الشرائع وليس البشر، ليس البشر ينسخون كلام الله بالأحاديث وينسبون ذلك لرسول الله. كيف لكلام البشر ظني الثبوت والدلالة أن ينسخ ويلغي ويتجرأ على كلام رب البشر قطعي الثبوت والدلالة؟ فالأحاديث هي ظنية وليست قطعية باعتراف رجال الدين أنفسهم. أما القرآن فلا يوجد فيه ولا آية منسوخة، في القرآن ما في شيء اسمه هذه الآية منسوخة. كيف يؤمن الناس بهذا الكلام والله سبحانه وتعالى يقول ما يبدل القول لدي؟ فعلى هذا فالقرآن متناقض، لأن الله يقول ما يبدل القول لدي بينما تبدل عشرات المرات بأحاديث مروية. فمن يؤمن بأن في القرآن آيات منسوخة فهو يتهم الله بأنه يبدل كلامه بين الحين والآخر، أو أنه أنزل حكما بطريقة عشوائية دون علم ودراية، ثم تبين لنبيه محمد أن هذا الحكم خاطئ فألغاه بكلام من عنده، تعالى الله عما يصفون. فمن يحتج بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها على شرعية النسخ، لنقرأ هذه الآية بهدوء ونحاول
فهم كل كلمة فيها. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما يعني أن البديل للآية المنسوخة لا بد أن يكون إما خيرا منها أو مثلها. وبما أن فقهاؤنا الأفاضل يقولون أن السنة تنسخ القرآن، هنا لدي بعض التساؤلات: هل السنة خير من القرآن أم مثل القرآن أم أدنى من القرآن؟ نستبعد الخيار الثالث الذي هو أدنى من القرآن، لأن آية النسخ اشترطت أن يكون الناسخ إما خير أو مثل الآية المنسوخة. وكذلك نستبعد الخيار الثاني مثل القرآن، لقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى لدينا الخيار الأول: السنة خير من القرآن. فمن يقول أن السنة تنسخ القرآن فلا بد أن يتبعها بالضرورة بأن السنة خير من القرآن. فهل أنتم فعلا ترون أن السنة خير من القرآن؟ من يؤمن بهذا ويؤمن بأن كتب البشر خيرا من كتاب الله فهو بالتأكيد مجنون، فالعاقل لا يقول ذلك. وأيضا يقولون أن حد الزاني هو الرجم، لأنه تم نسخ حد الجلد. فيا ترى هل الرجم خير للزاني من الجلد أم أنهما متساويان؟ ما لكم كيف تحكمون؟